مرحبا يا أهل الخير. أكيد راح تقولون نسمة هاي وين؟ قسم يقول يجوز هاي قاعدة بنفايات، وقسم راح يقول هذا مكان ما سكراب، وقسم راح يقول لا يجوز على الحدود. أني راح أقول لكم لا، أني في وسط العاصمة بغداد، في قلب العاصمة بغداد. هذا المكان يأوي شابة في عمر الزهور، شابة أحلامها يمكن كثيرة لكن مع كل الأسف ما يتحقق منها كل شيء، والسبب لأن هي قاعدة بهذا المكان لا حول لها ولا قوة، ما عندها أحد، لا أم ولا أخ ولا أخت ولا عمام ولا خوال، بس رجال كبير اللي هو أبوها، رجال كهل يطلع يشتغل حمال في سبيل يوصل لها لقمة العيش ويوصلها للمدرسة على مود تخلص، على وعسى أنه تحقق الحلم اللي كان يتمناه وتتمناه هي. أنا ما راح أناشد الحكومة، جائز الحكومة ملتهية بالسياسة مالتها الداخلية والخارجية، أناشد كل العراقيين اللي عندهم غيرة، أهل الشهامة أهل الشرف، وإحنا معروفين بغيرتنا، العوائل اللي عندها والله ممكنها وتحب تساعد، أكيد إحنا كل العراقيين نحب نساعد الفقراء والناس المحتاجة، بس هل من نساعد هذا الفلس نقول اللي راح نعطيه، هل هو هذا مكانه صحيح؟ أو جائز مثلا مرات القلب يقول إيه لا هو هذا المكان الصحيح، هو لا، إحنا راح ندليك ونقول لك فلوسك وأمانتك وين راح توديها حتى ترتاح من توصلها للمكان الصحيح. اليوم راح ندخل ببيت هاي البنية اللي فعلا تعبانة على نفسها، مع كل الأسف الفراش اللي تنام بيه ما راح تقدر تشوفه، الأكل اللي تقدر تاكله صعب، ناس مترهاية وعايشة بنعيم، وبنات نايمات على الحرير ويمكن ما مكملات دراسة، بس هاي البنية واصلة مرحلة حلوة وقاعدة بمكان يعني ما أقدر أقول لكم شنو هو عليه، أقول زبالة يمكن عيب، أقول نفايات يمكن أمقرها للكلمة، يمكن إحنا نايمين جوا سقوف وتمطر علينا الدنيا ما ندير بال، والبطانيات والحفان، لكن هي ربي يعينها ويعيننا ونقدر نوصل صوتنا لكل شريف وغيور بداخل وخارج العراق، نقول له تعال تعال ساعد أختك بنتك اللي نايمة بهذا المكان، ويا هلا بأهل الخير، وتعالوا نشوف بداخل هذا المكان شنو المأساة.
هاي المغارة أو المأوى اللي يقوي هاي الشابة الجميلة بنت ال 19 سنة. مرحبا بيك. مرحبا. برنامجنا أهل الخير. وإن شاء الله يكونون العراقيين وأكيد هم كلهم أهل الخير. إلك يا ربي. شو اسمك؟ اسمي ولا. ولا، ولا أنت يا مواليد؟ 99. يعني 99 يعني عمرك 19 سنة. صحيح. ولا إيش قصرك بهذا المكان؟ صار لنا 16 سنة. يعني وأنت عمرك؟ عمري 6 سنين وجيت أنا ووالدي قعدنا. ما عندك غير بس والدك؟ لا، بس والدي هو المعين. يعني لا أم لا, لا. أخ ولا أخت ولا مثل ما ذكرنا. والدتي توفت وأنا صغيرة. وأنت صغيرة. منو قايم بواجب هذا البيت؟ اللي قايم بالبيت هو أني. يعني أنت؟ أنا اللي أنظف وأنا اللي نعم. بالبيت وأنا كل. هل أنت تقدرين ساعات العمل يعني عن يعني مثل شغلك بالبيت تطبخين وتنظفين عن دراستك عن شيتك؟ يعني من أرجع من المدرسة أسوي الغداء وأكمل نعم. ورأسا أقعد أقرأ لحد ما أكمل دراستي أنا ثاني يوم أقعد على الريق وهيتشي وهيتشي يعني قائمة وكل جمعة أنظف البيت كله يعني دائما ما أقدر وذا امتحانات أبويا هو يساعدني يعني نعم. هو يجيب لي الغداء هو يقول لي لا تشتغلين أو في الشغل أنت قاعد أقرأ. زين ولا عرفنا أبوك قبل أنه كان يشتغل حماد في سبيل يوفر لك لقمة العيش اللي تقدرين تكملي بها الحياة مالتك ودراستك. هسه والدك رجل كبير بالسن ويمكن أنا سمعت عنده فقرات. صحيح فقراته قبل نعم. سنة أنه من نعم. كثر الأحمال أو يشيل هو طحين وهيك شيء فبعد ما قدر زين. ما قدر أنه يشتغل قعد أنه ما قدر بعد. زين ولا شنو اللي أنت مثلا تتمني كشابة كفتاة أكيد عندك أحلام أمنيتك تحققيها؟ أنا كانت أمنيتي أن تكون عندي عائلة وعيش وياهم وأخت وأخ وكلهم وياي وأكون مرتاحة مثل البنات اللي وياي واللي يحجن واللي يقوله يعني أنه حتى من يسألوني على عائلتي ما أقدر أجاوب أنه أقولهم بس أبوي حتى صديقاتي من الأول حدث ما جايتني بيتني حتى ما يندلهم وين بيت انه هاي وين انا قاعده بهاي المنطقه بدايه الفرع وهاي وانه اي وحده من عندهم ما تعرف بيتنا وين لين استحي انه يقولون هاي ولا واللي شاطره واللي ها يعني هيك قاعده. اليوم انت جبتي شهاده وكنت ما شاء الله من المتفوقات الاوائل يعني احنا نقول المكان بائس جدا مظلم رطب يعني ماكو بشر يقدر يعيش ويقعد بهاي مع الأسف الشديد أقدر أقول هاي القوامة. أكيد إحنا مرينا بالمرحلة اللي تمرين أنت بيها يعني كشابة يمكن إحنا كان وضعنا أحسن وقدرنا نحقق أحلامنا وشي أتمنى من رب العالمين أن يحقق لك حلمك ونقدر نوقف وياك. أريد أسألك بعض الأسئلة عفوا لأن أنا يعني ما أقدر عاطفتي فوق يعني كلش كبيرة وأكيد كل العراقيين إحنا أنت تدرين يعني أنت واحدة من عندنا وبينا ولا شلون تقضين وقتك يعني اليوم 24 ساعة شلون أنت مقسمة وقتك ولا يعني أنا أرجع من المدرسة نعم. رأسا أبدل وأغسل وأصلي نعم ومن أكمل رأسا على الغداء أبوي يطلع برا إنه أصيحة نتغدى أغسل لما عين رأسا أقعد أقرأ زين رأسا أكمل قرايتي لحد ما أكمل كل شيء زين ورأسا إنه ها هي يوم عادي أكمل قرايتي ورأسا أنام زين أنام من وقت حتى أقعد من وقت يعني إذا عدي قراية ما مكملتها أقعد بثلاثة فبالأربعة هيك أكملها نعم. وأكمل هم أغسل وأكمل غيوب وهاي وأغسل وأصلي نعم. وأبدل أبويا عاد يوديني المدرسة
بس بأيام العطلة النهاية بالشغل وأقضيها أكثر شيء نايمة بالبيت. شنو هواياتك اللي تقدرين يعني تسويها أو تمارسيها؟ يعني شو تحبين؟ أنا أحب الإعلام كلش. أحب الإعلام. أمنيتي إنه أكون إعلامية. إعلامية. وأحب إنه أدرس وأطلع إنه المعدل عالي. إن شاء الله. إنه أحقق حلم أبويا إنه الكل من يشوفون أبويا يفتخرون إنه صح هي قاعدة هنا أنا وصح قاعدة بهذا المكان بس طلعت المعدل اللي تريده ورفعت راتبه. يعني دائما إنه أبويا من أجيب الشهادة أو حتى إنه مرات من ما أقدر سؤال ما أقدر أحله أتذكر إنه أبويا وتعبه. ولازم اطلع المعدل الزين لان لازم اجازي زين. انا اللي عرفته من السيد الوالد انه انت تحبين دائما مرات يعني نقول ترسمين او فد شيء اكثر شيء انه هيك احب اكتب هيك قصص روايات تجي ببالي. تكتبين شو تكتبين قصه اكثر شيء اكتب انه انا على البنات انه شلون عايشه اكثر شيء على البنيه اللي ما عندها يعني انه هاي اكثر شيء اعرفه لانه انا عشت هاي العيشه يعني مرات البنية كل بنية تحتاج أمها بفترة تحتاج تحكي لها لأن مو كل شيء تحكي لها للأب يعني الأم أهم شيء أو من يجي مثلاً عيد الأم يعني كل صديقاتي يحكون يقولن راح أودي فلان شيء ماني ما أحكي إذا أرد أقول لك يعني نسمة تصير أمك يا ريح أتقي بالله العظيم يعني مو كودان إحنا قاعدين في مكان ولا نصور لا من اليوم تقولين أنا عندي أم اسمها نسمة زين وأنا أشرف بأن تكونين بنتي وعيني عليك ورحم الله والدي الوالدك اللي رباك على هالتربية والأخلاق الحلوة ووصلك لهذا المستوى هيك إنسان لو بيدي أنا أبني له تمثال زين. فأنتي لا تقولي بعد ما عندك أم العراقيات كلهن أمهاتك نعرف تربية الأولاد كل صعبة. احكي لنا حجي شلون قدرتي تربي ولاء من هي طفلة إلى أن وصلت لهذا العمر؟ والله قلت لك احنا صار لنا هنا 16 سنة راحت أمها. نعم. قمت أنا أبرمج عملي. نعم. أبيع بيبسي، أبيع غير شيء، أجي أتابعها. نعم. أشوفها قرأت ما قرأت. فصرت أنا على الكل، أنا ولي أمرها بكل شيء، برمجت حياتي إلها بس. إلها شخصياً أكيد يعني كل واحد ما عندي زين لا أم ولا أب ولا بنت ولا كل أحد زين. أنت ما تشوف أنه تربية البنية يعني صعبة مو مثل الولد؟ جائز الولد مثلاً من يكبر يقول لك يكبر الابن خاوي يعني. نعم. هذا بالنسبة للولد. نعم. بس البنية تكون دائماً مثلاً خجولة تستحي. نعم. يعني لازم أم يمها في ظروف معينة وإحنا نعرف. نعم. في ظروف معينة لازم. نعم. هي الأم. نعم. دائماً يمها تتعب تتمرض تحتاج شيء عاجبها شيء يجوز تخجل من الأب لأن إحنا نعرف الأب هو يوفر العيشة والأم هي اللي تربي زين. عانيت انت بهاي الشيء؟ اني هذا كله عانيته كله اني صرت الا. نعم. اني ام اني اب اني اتورج عليها لان بنتي طالعه من فص صلبي زين من ظهري من تحتاج شيء هي تقدر تجيب لها انت اتمكن عليها اجيبها لو مهما يكون ابيع شيء من عندي انا من غراضي واجيب لها تحس انه مثلا مرات تحتاج شيء هي وما تقدر تقول لك بيه هاي اذا كان اني ما اشتغل. نعم. قاعد بس اذا اشتغل وعندي ما قصر عليها. أكيد. ولحد الان انا ما مقصر عليها اعرف هسه انت ربي يشافيك ويعافيك ان شاء الله انا هسه قاعد لان عندي فقرات. نعم. فقرات القطنيه. نعم. واربع فقرات بالي رقبتي منتهيه فهم احاول يعني اشتغل شغلات خفيفه بلي. بس مجرد على قد المصرف. نعم. اوفر لها اللي هي تريده سواء من كتب او ملازم او ملابس او ما شابه ذلك قدر المستطاع يعني قدر المستطاع على قد الشيء اللي تجيبه او قد اللي توفر لك على قد الشيء اللي اوفر لاني واللي اللي اقدر لاني اجيب لها نشوفك انت كلش حريص عليها وتخاف عليها
والله احرص عليها. وسمع نبيك انت اللي توديها بايدك وتجيبها بايدك. انا من كانت هي بصف بالابتدائي لحد انا اودي بايدي واجيب بايدي. بارك الله بك. ما اخليها يوم ما حد تروح بيه بكيفها. وبهذا المكان هي مشروع هذا المكان نهائيا ماكو غيره. زور صديقه. لا صديقه لا احد، كل احد نزور. ابد. ولا احد يجي لنا، اللي يجيها يشوف احنا وين قاعدين. عندها زملاء بالمدرسه يحبن يجنها يشوفنها يسلمن عليها فيبوسنها داخل المدرسه. تقول لهم انا مثلا ابويا مريض، ابويا تعبان، ابويا يعني نقول احنا يعني اكو حجات بسيطه نقول عليها بيضه في سبيل انه هو فما تريد احد يجي البيت وتخجل على قعدتنا. لا احنا ما نريد نأديها بهذا الشيء. اذا ما قدرنا نطلع الصوره الكامله لها فهذا من حبنا لها وحفاظا على كرامتها وحفاظا على كل شيء بها. الحمد لله والحمد لله والشكر. انت ربيت ونعم ما ربيت. انا ربيت بما فيه الكفايه امام العالم وامام الله. الحمد لله. يعني وفيت وكفيت. احنا اليوم الحلقة كانت كلش مؤثرة واكيد كل العراقيين من راح يشوفون الوضع هذا مالتك مستحيل راح يسكتون، لان البرنامج هو اهل الخير واحنا العراقيين اهل الخير. دمعتك عزيزة علينا والله. الحمد لله والشكر وما راح نقصر وياك. والحمد لله انت دا تشوف البذرة اللي انت تعبت عليها دا تبين النتيجة والشهادة مالتها ما شاء الله الاولى وبالخامس. هي مو كل واحد يربي يابا. لا اكيد. هي مال محترام للولد اللي واقفين، مو كل واحد يربي ترى. اكيد. ولا كل واحد يلزم ينشي بنية بيجي مكان. حشاك انت يعني مال محترام الوجوه الخيرة والطيبة. ناس تعبانة. صح. نماذج مو من مستواي ولا من مستواها. كانوا اهلنا بخير فح. كل زمان وله مكان. ماكو انسان يبقى ملك. صح. ملك وغني وفقير ووسط، فهي حال الدين. بس احنا ظلينا على مستوانا، على تربيتنا، على اخلاقنا، على سمعتنا، على مبادئنا، كلها بقينا عليها. ما نطلع على احد، لا نحب احد يدق بابنا ولا احنا ندق باب. الحمد لله. يا الناس كل من بمكانه مستورين. يا جاري انت بدارك وانا بداري. شفت بيدك فتشي وما اعرف انت هاي تسبح بها شنو هي؟ والله هاي عباره عن زنجيل مال ثوب. نعم. مال بنتي. زين. فسويته سبحه احب اسبح بسم الله للنبي اني فرج علينا اني بزنجيلها. زنجيلها بالسحاب مال احد الملابس مالتها. مال ولا. مال ولا. اي نعم. اي نعم. فسويته على سبحه واسبح بها لان اذا اشتم ريحتها. زين قعدتها. اي والله. ربي يخليها لك. الله يخليك. ويطول لنا بعمرك. الله يسلمك. واكيد العراق وكل العراقيين ما راح ينسوك. الله يخليك. قلة أو كثير من الناس في هذا عمرك وبهذا المظهر مالتك يمكن وبهذا المكان البائس والحياة الصعبة اللي يعني نقول احنا عليها صفر عدم ماكو تقدر تعيش غير عيشة. يمكن تقدر تطلع بالشارع وتوقف بالترافيك لايتات وتقدي وتستجدي الفلس. يمكن تقدر تجيب لي باليوم 40 50 60 ألف مو وتوفر حياة أرقى من هاي الحياة. زين بس حضرتك انت لا ريت تحكي لنا كل شيء اليوم. والله من اول ما اجيت لهذا المكان احنا من جينا هنا طائفيه سقوط. الحقيقه انا اشوف الفلوس انطشر بالشوارع، الدفاتر، الفلوس عاين عليها اشوفها كلها حرام نار وشرار. واحنا ولد ناس، ولد هاي المنطقه ابا عن جد وبالاصل عزه بكريين، هاي مو من مستواي. فقلت ليش انا ما اعيش انسان نظيف، اجاهد، ابيع بيبسي، ابيع ثلج، ابيع مخضر، اكنس، اشتغل بمطعم، المهم لقمه الحلال. الله يلوق لقمه الحلال عليكم بالحلال. يعني شيء حرام مو من مستواي. جاهدت بكل شيء في سبيل ما الزم الحرام، لان اذا دخل الحرام بالبيت يحرق البيت كله. لا تطلع بذرة صالحة ولا تطلع بذرة نظيفة ولا بنت توصل ولا هو يعيش حياة سعيدة. يظل ملكوك هذا باق. ليش باق هذا باق؟
هذا حرامي، بنى بيت بنى عمارة بنى ما أدري شنو، هذا حرامي يبقى مدى الدهر معروف. إحنا هذا مو مستوانا، مستوانا ولد ناس نظيفين، أجدادنا معروفين لهم كرامة ولهم أخلاقهم، فأنا بقيت على أخلاقي مثل ما أهلي أخلاقهم حلوة، أنا بقيت أخلاقي حلوة، ما مديت يدي. وجعنا وعطشنا وشفنا حر، المهم إيه هاي هي، شفنا برد وما بقنا، إيه هاي هي. ما أقدر بعد، ما أقدر، ما أتحمل. المهم علينا هواية. حجي دمعتك كلش عزيزة علينا، وأكيد ما راح تروح عند دمعتك ولا هاي الأخلاق الحلوة اللي أكيد هاي أخلاق العراقيين الطيبين الأصيلين المتربيين، وأكيد كل الناس راح توقف وياك وكل الناس راح تساعدك وتساعد بنتك الوحيدة، وإن شاء الله يا ربي يقدرنا ونقدر نسوي لك شيء. أختي العزيزة ما أقدر أحكي. الله يعينك. المهم دمعتي إذا صالت صالت على تربية بنتي، بنتي تربيتها مو هنا، البنية تربيتها مو هنا، مو لعب، صح، مو أنت تلزم لك فتخ الخاشة بيدك وتلعب بيها، لا، هاي مسؤولية أمام الله يوم القيامة يحاسب، يقول لك تعال ربيت بزرتك تربية صالحة وكلتهم لقمة الحلال، هو هذا المريود. احنا حاولنا بجهد الامكان نربي تربيه صالحه، وانتو شفتوا اخلاق وشطاره ونظافه وشرف، هذا اللي انا اريده. لان انا عمرنا شبقى بي بعد باشر عقب نموت يلفون يودون الى دار حقنا اسم الله عليك وننتهي مو، فهو هذا الموجود، هاي حال الدنيا. اهم شيء انت تكمل رسالتك، رسالتك شنو بالبيت؟ تربيه اطفالك لقمة الحلال، الكلمة الحلوة ترشدهم، هذا عيب، هذا كذا، هذا مو من مستواك، هذا مو من كذا، هي هاي اللي الله يحبها ونبيه. لأن أول ما يسألك رب العالمين على تربيتك لولدك، مسؤوليتك لولدك، إيش جبت لهم، إيش خليت لهم، شلون ربيتهم، شلون حكيت وياهم، شلون علمتهم، شلون قلت لهم، هذا كله إحنا سويناه، نزلنا ياهم من الأليف للباء، علمناهم على الحياة الحلوة رغم قعدتنا بس مستورين، لا حد يدق بابنا ولا احنا ندق باب العالم. اريد اسالك سؤال، وهذا اسالك اياه من داخل قلبي. البنت دائما تتمنى حضن امها. اي انا صرت لها ام. لو امتها بحضنك اكيد. بحضني بحضني. اذا تقح بالليل انا اقح. اذا راسي يوجعها انا راسي يوجعني. اذا تتالم انا انجرح من يمي. يعني هي عدة مرات تشوفني مني تقول لي اخ انا ذيك الليلة ما اتعشى اقوم اون، وهي تقول لي بابا شبيك، اقول لها لا يا ابا ما ابي شيء، بس انا بداخلي انزف دم. ورا شوية تتحايل لي تقول لي بابا لا صار زين، اقول الحمد لله هسه فرحتيني صرت زينة، نقوم نتعشى سواني يعني. اجيب النساتل واجيب البيبسي واجيب الكرزات واجيب الاهل موجود نقعد نضحك، بس هي حسها متألمة ما تقدر تحكيها، ما تقول كبرت تعبت ظهر انحنى النظر قل، هاي الحمد لله والشكر. Thank you.
خير. هاي الحلقة أكيد راح تأثر كل العراقيين، وحلقة حقيقية، وأنتظر أهل الخير في سبيل ينتشلون ولاء من هذا المكان. أنتظركم يا أهل الخير على قناة الديار. أنا كانت أمنيتي أن تكون عندي عائلة وأعيش وياهم، وأخت وأخو كلهم وياي. إذا تقح بالليل أنا أقح، إذا راسي يوجع أنا راسي يوجع، إذا تتألم أنا أنجرح مني أمي. يعني هي عدة مرات تشوفني من تقول لي أخ، أنا ذيك الليلة ما أتعشى أقوم أون. يعني إنه أكثر شيء أعرفه لأنه أنا عشت هاي العيشة. يعني بمرات البنية، كل بنية تحتاج أمها بفترة، تحتاج تهجي لها، مو كل شيء تهجي لها للأب، يعني الأم أهم شيء. أنا هذا كله عانيته، كله أنا صرت لها، أنا أم، أنا أب، أنا أتورج عليها، لأن بنتي طالعة من نص البنية، من ظهر. ولا أحد يجي لنا يجيها يشوف إحنا وين قاعدين. كل زمان وله مكان، ماكو إنسان يبقى ملك، ملك وغني وفقير ووسط. كبرت، تعبت، ظهر انحنى، النظر قل، هاي الحمد لله.